نبدا بسم الله ما شاء الله معكم ابن الشام. اخواني حبايبي، اليوم موضوعي كثير مهم وطلب مني بالتعليقات، طبعا لكثير اشخاص مو لشخص واحد، بس هلا انتم رح تشوفوا تعليق واحد. بس قبل ما نبلش بموضوعي بتمنى الكل على حب النبي، اللي ما له مشترك يشترك، واللي ما حط لنا لايك يحط لايك، اذا شفت انت يا ابن الشام بيستاهل، واللي ما له فعل زر الجرس فعل زر الجرس لحتى يصلك باذن الله من ابن الشام كل شيء جديد. اليوم موضوعي اللي هو بيحكي عندي طيور، مثلا عندي ذكر كان بغيار الريش صار بموسم الراحة ولحد الساعة هي مثلا ما غرد، شو السبب؟ في كتير أسباب لعدم تغريد طيور الكناري، وأنا عامل فيديو عن تقريبا 7 أسباب لعدم تغريد طيور الكناري، تمام؟ بس هلأ موضوعي هو بين قوسين، اللي بعد ما طلع من غيار الريش صار بموسم الراحة، فليش ما عاد غرد؟ شوفوا أخواني ركزوا معي مزبوط، موضوع كتير مهم. إذا كان كبير بالعمر وما عم يغرد فهذا الشيء طبيعي وما فيه أي مشكلة بنوب. ليش؟ لأنه إذا كان عمره مثلا 2 3 سنين بخف تغريده، ما لح يكون نشاطه وقوته للطير مثل اللي عمره مثلا 8 أشهر أو 9 أشهر، تمام أخواني؟ هاي أول نقطة أو أول سبب. تاني سبب، إذا كان عندك أنت الطير لا سمح الله مريض، يعني معه مرض الكبد مثلا، عرق الأزرق أو أي مرض كان، تمام؟ ممكن بعد موسم غيار الريش الطير كمان ما يغرد، فهذا أمر طبيعي، ما تخاف ما تقلق، تمام أخواني؟ السبب الثالث طبعا بشكل عام، مو انه مثلا بشكل خاص، ممكن نحن نحكي ممكن بعض الطيور اذا كان ذكر واحد لحاله بالبيت يعني او بالغرفة، تمام، ممكن ما يغرد. هلا لما يكونوا ذكرين بصيروا سبحان الله بيعطوا على بعض، تمام، بصير بيغردوا، بصير بيقول لك انه مثلا متكلم عم يحاكي انه انا اقوى منك، لا انت اقوى مني بالمعنى هذا يعني، تمام. في بعض الذكور حتى لو لحاله ممكن تغرد، كان الطير لحاله ممكن يطلع من غيار الريش موسم الراحه ما يغرد دغري، لو سمعوا انت على التليفون ممكن يصير شوي شوي يغرد. السبب الرابع اخواني حبايبي اللي هو عدم تغذيتك للطيور بشكل منتظم او بشكل مثلا ضمن برنامج اسبوعي لحتى انت تدعم طيورك، تمام. اذا انت عم تحط لهم بس المآكل يعني المعلفيات اللي هي الخلطة المتعرف عليها وعم تحط لهم المي، فممكن كمان يتأخروا بموضوع تغريد الطيور الكناري. كمان حبايب القلب اخواني حبايبي، التغذية تلعب دور كتير كبير. في عالم ما بتحط لهم مثلا مناقيع، ما بتحط لهم مثلا خضروات، فواكه، حمام السباحة والى اخره، بس بتحط لهم مثلا الاكل والمي وقول لك ما عم يغرد، اكيد ما رح يغرد. بدك تدعم الطير، غيار الريش خسر طاقة، أو مثلا الطير تعب، الطير صار مرهق، فأنت بدك تعوضه ببعض المناقيع أو بعض مثلا الخلطات أو بعض مثلا من الخضروات والفواكه لحتى أنت تعوضه الشيء اللي خسره بالموسم. يا حبايبي هي حكيت بعض الأسباب اللي بتخلي الذكر عندك أنت ما يغرد، تمام. هلا الطير عندي لنقول مثلا عمره 8 اشهر او 9 اشهر وما غرد، شو هذا السبب؟ هلا نحن حكينا انه مثلا اذا كان كبير اوكي ما في مشكله على الموضوع، بياخذ فتره او بياخذ وقت طويل شوي بيرجع ان شاء الله بيغرد، بس اذا كان عمره مثلا 8 اشهر او 9 اشهر ما عم يغرد، شو الاسباب؟ كمان ممكن يكون عندك انت الطير لا سمح الله مريض، ممكن يكون عندك انت كمان سوء تغذيه، تمام؟ لازم بهذا الوقت بس طلع عندك انت الطير من غيار الريش وعمره تقريبا 8 اشهر 9 اشهر لازم يكون عندك عم يغرد. طبعا في بعض الطيور بتطول شوي لحتى تخلص من غيار الريش، حكيت لكم انا فيديوهات سابقه، في بعض الطيور اذا كانت كثيفه الريش مثل الجلوستر والنورتش واليورك والى اخره، هي بتطول اخواني، ما تخافوا لسه عندنا نحن بموسم غيار الريش، موسم الراحه، ما حدا يقول لك احنا هلا بموسم التجهيز، تمام؟ ابدا نهائيا، لساتك انت بشهر 10 عمي، لسه معك انت ل 11 و12 و1 و2، لسه في عندك تقريبا انت 4 اشهر، تمام؟
فان شاء الله الطيور اللي ما عم تغرد هلا ممكن ان شاء الله الشهر المقبل رح تغرد كلياتها باذن واحد احد، اذا كانت كبيره او اذا كانت صغيره. طيب اخواني حبايبي، هلا انت رح تشوفوا مقطع فيديو كيف انا عم جهز موقوع الزنجبيل تمام بطريقتي الخاصه اللي رح اقدمها لطيوري انا قدام. طيب اخواني حبايبي، هلا هون مثل ما انكم ملاحظين عندي مي تقريبا بدكم تقولوا شيء 3 لتر تمام اخواني. برشت زنجبيل مثل ما انكم ملاحظين. هلا في عالم بتحطها انه قطع، انا لا بفضلها برش لحتى استفاد من المي تبعها كمان. ولحط معلقه عسل، معلقه طعام، هاي هي المعلقه تمام. انا هلا بحط معلقه عسل فوق الثلاثه لتر، وبضيف طبعا عليهم كمان الزنجبيل، وبخليه تقريبا يعني بنقعهم شيء تقريبا ساعه مو اكثر تمام، وبقدمها لطيوري. هاي هي طريقة تقديم الزنجبيل مع العسل، وتابعوا معي كمالة الفيديو ان شاء الله. مشان ما حدا يقول لي انه والله انت مثلا ما قدمت طيورك او قدمت طيورك، هلا هون منقوع الزنجبيل اخواني مثل ما نكون ملاحظين انتم قدام عينكم، منقوع الزنجبيل مع العسل. طبعا اخواني حبايبي اللي عم يسال مثلا نحن امتى بنغير المشربيه، بس يكون في عندك انت منقوع زنجبيل وعسل او اي منقوع بتقدمه لطيورك انت لازم تغير المشربيه كل يوم. لما تقدم انت منقوع الزنجبيل مع العسل بتساعد طيورك على التغريد، اذا كان مثلا نحن بنحكي بالنسبه للذكر بتساعد على التغريد كثير ممتاز منقوع الزنجبيل مع العسل، وخاصة بهذا الوقت اللي احنا هلا بفصل الخريف. ومثل ما قلت لكم ان شاء الله رح احكي لكم فيديو قادم كيف نحن ندفي طيورنا بفصل الشتاء او مثلا بفصل الخريف. طبعا كمان منقوع الزنجبيل مو بس مفيد للذكر، كمان مفيد للانتاي بتجهيزها لعنقود البيض اللي بيكون داخل البطن اللي هو بيكون البيضة. سبحان الله. طبعا اخواني حبايبي لهون بكون انتهى الفيديو، بتمنى ان شاء الله يكون فيديونا اعجابكم، بتمنى ان شاء الله نحفظ لكم، بتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم.